بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 137. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح، وسبق معنا ذكر شرطين من شروطه، وهما تعيين الزوجين ورضاهما. ثم قال رحمه الله: فصل الثالث، الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح الولي. الولي، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الولي يعني للمرأة، فيزوجها وليها، قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالله خاطب الرجال بتزويج الأيام، دل على أن الذي يزوج هو الولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ولحديث: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا الدليل على اشتراط الولي. ولأن المرأة ضعيفة العقل والإدراك، فقد تختار من لا يصلح لها ولا يصلح أيضا لأسرتها، فيكون الضرر عليها وعلى أسرتها. وأما الولي فإنه أكمل عقلا منها وأحسن اختيارا لها وأضمن في التحري، فهذا من مصلحة المرأة والمحافظة عليها أن يكون وليها هو الذي يتولى تزويجها. نعم. ولا تزوج نفسها، لأنها قاصرة التصرف والإدراك لنفسها. نعم. وإن كان بعض المسلمين والمسلمات قد يقع في قلب شيء من هذا لما تأثر به من فساد، المؤمن لا يقع في قلبه شيء من الأحكام الشرعية، يرضى ويسلم لأنها في مصلحته. هذا إنما يقع في قلب ضعيف الإيمان والمنافق، أو في قلب المنافق، وهؤلاء لا عبرة بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وشروطه التكليف والذكورية. يشترط في الولي 7 شروط لا بد من توفرها، وهذا مما يدل على أهمية الولي ومكانه. نعم. أنه يشترط فيه الشروط. نعم. قال: التكليف. تكليف بأن يكون بالغا عاقلا، يكون الولي بالغا، فلا يصح تزويج الصغير لموليته، ولا يصح تزويج البالغ غير المكلف وهو المجنون. نعم. والذكورية. ثانيا الذكورية، فلا تكون المرأة ولية للمرأة، لا تكون المرأة ولية للمرأة، فلا تكون الأم ولية على ابنتها، لأن المرأة هي بحاجة إلى ولي، فكيف تتولى نكاح غيرها؟ نعم. والحرية. الحرية، فلا يكون الولي رقيقا، بأن كانت بنته مثلا حرة وهو رقيق مملوك لم يتحرر، فإنه لا ولاية له
عليها، لأنه هو يحتاج إلى ولي، ما دام مملوكا فإن وليه هو سيده، لم يستقل هو بنفسه، هو لم يستقل بنفسه، فكيف يتولى أمر غيره؟ نعم. والرشد في العقد. ثالثا الرشد في العقد، الرشد في العقد لا في المال، بأن يعرف الكفء الصالح من غيره، هذا هو الرشد في العقد، يعرف الكفء الصالح من غيره الذي لا يصلح والذي يصلح لموليته من الذي لا يصلح، هذا هو الرشيد في عقد النكاح. نعم. واتفاق الدين. ويشترط في الولي اتفاق الدين بينه وبين موليته، بينه وبين موليته، فالكافر لا يزوج ابنته المسلمة، الكافر لا يزوج ابنته المسلمة لانقطاع الولاية بينهما. نعم. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر، سوى ما يذكر من تزويج من تزويج المسلم لأمته الكافرة، فللمسلم أن يزوج أمته الكافرة، وللكافر أن يزوج أمته المسلمة. نعم. والعدالة. نعم، يشترط في الولي العدالة، فإن كان فاسقا فإنه لا ولاية له، لأنه لا يحسن النظر لموليته لفسقه وعدم تمييزه، فيشترط فيه أن يكون عدلا في دينه وفي مروءته، لأنه يكون ينظر للمرأة النظر الصحيح. أما إذا كان فاسقا في دينه مجروح العدالة فإنه لا يتولى عقد المرأة التي هي قريبته، بنتها أو من له عليها يعني قرابة. نعم. قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. هذا الرجوع إلى احترازات الشروط، لا تزوج امرأة نفسها، هذا احتراز من قوله أن يكون ذكرا، يخرج المرأة، المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، ولا تزوج غيرها، لا تزوج بنتها أو أختها. نعم. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. نعم. قال فلا تزوج، هذا ترتيب الأولياء. نعم. إذا توفرت الشروط، وكان عندنا عدة أولياء للمرأة، مثلا عندنا أبوها وعندنا ابنها وعندنا أخوها وابن أخيها وعمها وابن عمها، كلهم يصلحون للولاية، فمن الذي يتولاها؟ لابد من الترتيب. أولا أبوها يتولى العقد على المرأة، أبوها، ولا يقدم عليه غيره ما دام تتوفر فيه شروط الولاية. نعم. فإنه يزوجها أبوها. نعم. ثم وصيه فيه، ثم وصي الأب فيه، إذا قال أوصي بأن فلان يزوج بناتي أو بنتي. نعم. فإنه يقدم، لأنها وصية ممن يملك التزويج، وللإنسان أن يوكل في التصرف الذي يملكه. نعم. ثم جدها لأب وإن علا. فإذا فقد الأب بأن كان ميتا أو كان موجودا ولكن لا تتوفر فيه شروط الولاية، فإنها تنتقل إلى الجد، لأن الجد أب وله إيلاد، فهو يخلف الأب عند فقده أو عدم أهليته. نعم. قال ثم جدها لأب وإن على، وإن على يعني وإن كان في الدرجة الثالثة أو الرابعة كأب الأب وأبي أب الأب وأبي إلى آخره. نعم. ثم ابنها. فإذا فقد الأب ولم يوصي وفقد الجد، فإنها تنتقل الولاية لابن المرأة، فابنها يزوجها،
لأن عمر بن سلمة رضي الله عنه زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بنوه وإن نزلوا. ثم بنوا الإبن وإن نزلوا، ابن الإبن وابن ابن الإبن مهما نزل يتولى تزويج جدته، لأن لها عليه إيلادا وهو ابنها وإن نزل. نعم. ثم أخوها لأبوين. فإذا فقد عمود النسب، إذا فقد عمود النسب وهم الآباء والأبناء، ينتقل إلى الحواشي، ينتقل إلى الإخوة، إلى الإخوة، الأخ الشقيق يزوج أخته الشقيقة، ثم الأخ لأب. نعم. ثم لأب ثم بنوهما كذلك. نعم. قال ثم ابنها ثم بنوه إن نزلوا، ثم أخوها لأبوين أخوها ثم لأب، ثم أخوها لأبوين هو الشقيق، ثم أخوها لأب. نعم. ثم بنوهما كذلك، ثم بنو الإخوة، يقدم بنو الأخ الشقيق على أبناء الأخ لأب كما قدم الشقيق على الأخ لأب. نعم. ثم عمها لأبوين ثم لأب، ثم عمها وهو أخو أبيها، أخو أبيها لأبوين وهو الشقيق، العم الشقيق، ثم العم لأب، أخو أبيها لأب. نعم. ثم بنوهما كذلك، ثم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب. نعم. ثم أقرب عصبة النسب كالإرث، ثم بعد ذلك، بعد الآباء والأبناء وبنيهم والإخوة الأشقة والإخوة لأب وبنيهم، يأتي بقية العصبة، العصبة في النسب. نعم. ثم المولى المنعم، فإذا فقد العصبة من النسب يأتي المولى وهو المعتق، المولى معناه المعتق، فيزوج عتيقته لأنه من العصبة، لأنه من العصبة بالولى. نعم. ثم أقرب عصبته نسبا، ثم أقرب عصبة المعتق نسبا. نعم. ثم ولاء، ثم مولى المولى، معتق المعتق، إذا فقد المعتق وفقد عصبته بالنفس، عصبته بالنفس، فإنه يأتي دور معتق المعتق. نعم. ثم السلطان، فإذا فقد هؤلاء كلهم، العصبة بالنسب والعصبة بالسبب، فإنه يزوجها السلطان وهو الذي له الولاية العامة، لأن هذا من صلاحياته، وينوب عن السلطان القاضي، قاضي المحكمة. نعم. وهو المعمول به. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، إذا كان الولي موجود وتتوفر فيه الشروط، تتوفر فيه الشروط، ولكنه عضل، يعني منع التزويج من غير حق، بأن رد الخطاب وأبى أن يزوجها من غير حق ومن غير نظر صحيح. نعم. وغرض صحيح، هذا هو العضل، والعضل كبيرة من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ويقول سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فنهى الله سبحانه وتعالى عن العضل. فإذا عضل الأقرب من الأولياء فإن الولاية تنتقل إلى من بعده، فإذا عضل الأب تنتقل إلى الجد، إذا عضل الجد تنتقل إلى الإبن، إذا عضل الإبن تنتقل إلى الأخ، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، أو كان الأقرب ليس أهلا، يعني لم تتوفر فيه شروط الولي التي سبقت السبعة. نعم. فإنه ينتقل إلى من بعده. نعم. أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أو غاب الولي القريب، غاب غيبة منقطعة لا يمكن الاتصال به ولا أخذ رأيه ولا طلب التوكيل منه، فإنه حينئذ يزوج الذي بعده، يزوج الذي بعده
تنتقل الولاية إلى من بعده للعذر. لكن في وقتنا الحاضر تسهلت المواصلات والأسفار، فبالإمكان أن يتصل به ولو في أقصى الدنيا، وهو يعطي الصلاحية، يعطي الصلاحية ويوكل، أو إن أراد أن يحضر. نعم، لكن في الزمان السابق ما كان فيه اتصالات سريعة ولا فيه، وإذا غاب الإنسان انقطعت أخباره. نعم. قال: زوج الأبعد. أي نعم، دفعا للضرر عن المرأة وللعذر حينئذ. إذن الأبعد يزوج متى؟ إذا أولا إذا عضل الأقرب. نعم. ثانيا إذا كان الأقرب غير أهل. ثالثا إذا غاب غيبة منقطعة. نعم. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. إذا زوج الأبعد من غير عذر من الأعذار السابقة، فالأقرب لم يعضل، والأقرب أهل تتوفر فيه الشروط، والأقرب حاضر ليس غائبا، فإن العقد غير صحيح، لا بد من إعادته بتولي الأقرب له. نعم. فصل الرابع: الشهادة. الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة، أن يشهد على العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لأن ذلك من إعلان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالشاهدان إعلان للنكاح. فلو زوج عقد من غير شهود، بأن كان بين الولي والزوج فقط ولم يحضرهما شهود، فإن العقد غير صحيح. نعم. قال: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين. شاهدين، ويشترط بالشاهدين أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء فيه، لأن شهادة النساء لا تقبل إلا في الأموال وما يقصد بها المال، أو فيما يختص بالنساء خاصة، والنكاح ليس خاصا بالنساء، هذا للرجال، فلا يصح شهادة المرأة عليه، لا بد من أن يكون الشاهدان ذكرين. نعم. عدلين ذكرين. عدلين يخرج الفاسق، فلا يستشهد على النكاح لأنه غير مقبول الخبر. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا يقبل خبره إلا بعد التثبت، فلا يصلح أن يشهد على النكاح. نعم. فاسق مثل من؟ مثل الفاسق في دينه، الفاسق في دينه بأن يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، أو في عقيدته بأن يكون عنده شيء مما يخل بالعقيدة كالبدع المضلة، لأن هذا فسق اعتقادي. الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق اعتقادي وفسق عملي، والفسق العملي أخف من الفسق الاعتقادي. فمثلا الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، هذا أولئك عندهم فسق اعتقادي. نعم. وإن تلبس بشيء من المعاصي الظاهرة يحال إلى الفساق أو لا؟ لا، إذا كان المعصية كبيرة من كبائر الذنوب فهذا هو الفاسق، أما الذي يتعاطى شيء من المعاصي التي دون الكبائر أقل من يسلم من هذا. نعم. قل من يسلم من هذا لا يقدح في عدالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: مكلفين، سميعين. نعم، يشترط في الولي أن يكون مكلفا، يخرج الصغير. يشترط في الشاهدين. نعم. أن يكون كل منهما مكلفا، يخرج الصغير فلا تقبل شهادته، ويخرج المجنون ولو كان كبيرا لا تقبل شهادته. نعم. سميعين ناطقين. سميعين، لأن العقد يتكون من إيجاب وقبول، فلا بد أن يسمع الإيجاب ويسمع القبول. الأصم لا يسمع هذا، فلا يمكن أن يتحمل الشهادة. نعم. وليست الكفاءة وهي دين. هذا شرط خامس، وهو شرط للزوم وليس شرطا للصحة، وهو الكفاءة. الكفاءة هي المساواة
أو التساوي، هي التساوي بين الزوجين في أمور معتبرة في الدين. نعم. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. دين، الدين والمنصب و وهو النسب والحرية والحرية شرطا في صحته. هذه يعني الكفاءة تتكون من ثلاثة شروط: الدين، نعم، والمنصب والحرية. فهذه ليست شرطا للصحة، فلو عقدت العقد لها على فاسق، عقد المرأة المستقيمة على فاسق، فالعقد صحيح لكنه لا يلزم، فللمرأة أن تفسخ ولمن لم يرضى من أوليائها أن يفسخ. هذا الدين. المنصب وهو النسب، لا بد أن يكون النسب متساويا، فلو زوج امرأة بمن دونها من في النسب، زوج امرأة بمن هو دونها في النسب، فإن العقد صحيح إذا توافرت شروطه السابقة، لكن يبقى على الإجازة. إذا رضي به المرأة وأولياؤها فهو صحيح ويلزم، وإذا لم يرضى أحد منهم، مثلا الزوجة ما رضيت، أو رضيت الزوجة لكن لم يرضى وليها، فإن هذا العقد غير صحيح، يعني غير لازم. هو صحيح لكنه غير لازم لمن لم يرضى الفسخ. نعم. والحرية، والحرية بأن يكون كل من الزوجين حر، فلو زوجت حرة بمملوك، لو زوجت حرة بمملوك فالعقد صحيح بتوافر شروطه، لكن يكون الخيار لمن لم يرضى من الزوجة أو من أوليائها، لأن في هذا دفعا للضرر عنهم، دفعا للضرر عنهم. نعم. قال ليس شرطا في صحته. نعم. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي. نعم، هذا عفيفة بفاجر، هذا في الدين، يعني ما تساويا في الدين، هي عفيفة وهو فاجر، يعني يتعاطى الزنا، يتعاطى الزنا، والزنا فسق وليس كفرا، فالعقد صحيح لكن لها الخيار إن تمضي أو أن تفسخ، وكذلك لأوليائها الخيار، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا فسخوا. نعم. أو عربية بأعجمي، هذا في النسب، إذا زوج عربية بأعجمي العقد صحيح إذا توافرت شروطه، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى من الزوجة أو من أوليائها. نعم. قال فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، إزالة للضرر عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعد ذلك باب المحرمات في النكاح. نعم، المحرمات في النكاح هي الموانع التي سبقت، الموانع من النكاح التي سبقت، وهي المذكورة في القرآن الكريم. حرمت عليكم، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه واحدة. ثم ما ذكر في الآية التي بعدها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات يعني المزوجات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي ما استولى عليه المسلمون من نساء الكفار في الحرب، فإنهن يكن رقيقات ولسيدها أن يطأها ويتسرى بها، لكن بشرط الاستبراء لرحمها لئلا تكون حاملا. وما ملكت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. الكتاب معناه الفرض،
ثم قال جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير هذه المذكورات حلال أن تبتغوا بأموالكم، إلى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، فلا يجوز للحر أن يتزوج بأمه إلا بشرطين: الشرط الأول أن يخاف على نفسه من الفتنة إن لم يتزوج، والشرط الثاني أن لا يجد مهر الحرة. ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج الحر بالأمة، لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله، يعني فتياتكم يعني الإماء، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قال: ذلك، هذا هو الشرط، ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي الفتنة والوقوع في الحرام، وأن تصبروا خيرا لكم. والشرط الأول سبق في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا يعني عن نكاح الإماء خير لكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذا في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم، والجدة أم وإن علت، كأم أم الأم، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. نعم. والبنت وبنت الإبن. وتحرم البنت، البنت وبنت الإبن وإن نزلت، لأنها لقوله تعالى: وبناتكم، وهذا يشمل بنت الصلب وبنت الإبن وإن نزلت، لأنها بنت. نعم. وبنتاهما من حلال وحرام. نعم، وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت الإبن. نعم، وإن نزلت وإن سفلت. نعم. وبنت الإبن والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، أي بنت الإبن وبنت بنت البنت، من حلال وهو النكاح الصحيح، أو من حرام كالزنا، فتحرم عليه ولو كانت من زنا، لأنها مخلوقة من ماء ولده، من ماء ابنه، مخلوقة من ماء ابنه، فتحرم عليه. نعم. وكل أخت وبنتها وبنت. نعم، وتحرم الأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم، قوله تعالى: وأخواتكم. نعم. وبنتها، وبنت الأخت، وتحرم أيضا بنت الأخت. نعم. وبنت بنتها، وبنت بنت الأخت، لأنها بنت للأخت مهما نزلت. نعم. وبنت كل أخ، وكذلك بنات الأخ، ولقوله تعالى: وبنات الأخ، كل أخ يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. نعم. وبنتها، وبنتها بنت الأخ، يعني بنت بنت الأخ. نعم. وبنت ابنه وبنتها، وبنت ابن الأخ وبنت بنت ابن الأخ. وإن سفلت، وإن نزلت يعني في النسب إلى أسفل. نعم. وكل عمة وخالة وإن علت. عماتكم، تحرم كل عمة، العمة الشقيقة، والعمة لأب، والعمة لأم. نعم. وكل خالة، خالة شقيقة وهي أخت الأم، العمة أخت الأب أو أخت الجد، والخالة أخت الأم، سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.